أختنا الفاضلة في سوريا تقول إني أحبك في الله، وقد ذكرت أخت الكريمة الفاضلة أنه لا ينبغي لأخت من أخواتنا الفضليات أن تقول لشيخ مهما كان قدره ومهما كان وزنه إني أحبك في الله، فربما تكون هذه فتنة، ولا يوجد أحد منا نحن المشايخ أبدا أكبر أو أدخن من الفتنة. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم وأخوات الفضليات من الفتن ما ظهر منها ما بطن. أنا لا أنكر بذلك الحب في الله بين المؤمنين والمؤمنات أبدا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن لا ينبغي أن تصرح الأخت الكريمة بهذا لأي شيخ من المشايخ في وجهه حتى لا نكون فتنة على هذا الشيخ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما أختنا الكريمة الفاضلة تسأل عن النقاب، وقد بينت قبل ذلك أن للعلماء في حكم النقاب قولين، وقد فصلت هذه المسألة بالتفصيل وذكرت الأدلة، لأنني أرى أن من باب الأمانة العلمية في مثل هذه المسائل المختلف فيها أن أطرح أقوال أهل العلم بأمانة، وأن أرجح أنا ما أراه مترجحا لدي بالدليل، أرى من باب الأمانة العلمية. وذلك علماؤنا يقولون ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. فلا بد أن يكون العالم أمينا وأن يكون قارئا لأقوال أهل العلم في المسألة الواحدة التي يتحدث فيها، وإن كان من أهل الترجيح، إن كان عالما بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة ويفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، وعالما بالقواعد، قواعد دفع رفع الحرج ودفع الضرر إلى غير ذلك، فله أن يرجح ما يراه مترجحا عنده بالدليل. فمن باب الأمانة العلمية قد فصلت القول في هذه المسألة وبينت الحكم فيها وذكرت أقوال أهل العلم، والذي أدين لله تبارك وتعالى به في هذه المسألة أن النقاب واجب، الذي أدين به لله تبارك وتعالى أن النقاب واجب، لأننا نعيش زمان الفتن. حتى الأئمة الذين قالوا بجواز كشف الوجه قالوا وبوجوب تغطية الوجه في إن لم تؤمن الفتنة، وأنا أدين الله بأننا نعيش عصر الفتن وزمان الفتن. وأرجو من أختنا الفاضلة أن تراجع سماع هذه الحلقة ما حكم النقاب في الإسلام على شاشة قناة الرحمة على موقع قناة الرحمة، وأرجو من إخواننا أن يظهروا موقع القناة على الشاشة إن شاء الله تعالى لتلتقطه الأخت ولتدخل على هذه الحلقة لسماعها والتقاطها. وأسأل الله أن يرزقنا وإياها الستر في الدنيا الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل سوريا وأن يتم عليهم النعمة وأن يحفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار الذين يعني يخططون لهم السوء. أسأل الله أن يقينا وإياهم السوء بما شاء وكيف شاء، وأن يجعل سوريا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.